اسمها موزايك. تفاجأت بعد، وانت انسانه صحفيه محترمه، انه هذا الستيتمنت بتاعي، التصريح بتاعي هبطوه مجتزئ. اليوم الصباح معناها حاولوا استرات رابيه، يعني هذا امورهم، لكن المجتزئ يعني انه لا يحترمون الابجديات الصحفيه. مش مشكل، قل لهم اليوم هم باثلهم سي مذيوب. انا سالتك على مضمون التصريح، انا هنايا في ايفام سالتني اي قلت لك انت قلت انا كنت نعمل في استفيدات يا اخي، هو قال لك مناضل. نورمالمون اللي يعمل استفيده ماهوش مناضل، قواد اسمه، سامحني في الكلمه سي مذيوب. ها انا باش ليه مش انا نقول لك، انا باش نقول لك شنو ردود الافعال. ليه انا ما نحركش؟ لا لا لا، اما تصريح انت سي ماهر باش نقول كل حد شنو اللي قال. اسمع وجيبه، سمعتوا مش هذاك لا قال قواد ولا قال استفيدات. اسمع انا نتحداك على الهواء مباشره. علاش تتحدى فيا؟ يما خاطر ما تبداش الحكايه تتكلم. ونتشرف اللي نحن عملنا ثقافه الاستفيده، اسمعني. ونتشرف اللي نحن عملنا ثقافه الاستفيده، اسمعني. هذه اسمعها سي بدر منيح. اما كي نعملوها تبارك الله، شوف شوف اسمع تبارك الله، اسمع سي بكر، ما نعملوهاش على الناس، نعملوها على اعراض الناس. لا لا اسمعني، ما نعملوش على اعراض الناس، ونعملوا حاجه نقدوها بالصح، مش على فنونها. لا على فنونها صحيح. ولا تحاسبونا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. قواد ولا قال استفيدات؟ اسمع انا نتحداك على الهواء مباشره. علاش تتحدى فيا؟ ديما خاطر ما تبداش الحكايه تتكلم. وانت مش ما تجاوبش عندي. موزايك موزايك تبعث لهم اليوم هما. انا قلت عدي عدي التصريح، سمعتوا وين التصريح؟ مش مشكل، هات نمشيو. على كل حال للتاريخ، انت قلت حتى شيء من اللي عشته في السياسه ماك حاشم به. شنو هو اصل الموضوع؟ فسر لنا اصل الموضوع. في اي سؤال؟ انا كنت في التجمع وكنت تعمل لصالح النهضه. لا مش صحيح. والله لا مش صحيح. هكاها انا انخرجت التجمع، وانا مؤسس طلب التجمع، وانا كنت دينا مع بن علي لما خرج وقال راهو اليوم ديمقراطيه، وبعدين 91 انقلب على الديمقراطيه. ما كانش طبيعي الا في السجن، سي كلير. اثنين، انا اللي صرحت فيه، المكان اللي صرحت فيه راهو مش مكان مكرمه يعني، مؤسسها ومعناها القائم عليه يعني نظام قديم، فمعناها ما نحبوش نرجعوا. ميمونه تعرف ربي ربي ميمونه. ونتشرف اللي نحن عملنا ثقافه الاستفيده، اسمعني.